طالما انه ما بده يعذب حاله منبعته لبالتازار ليشوف وضعه. فكرة حلوة. وزعوا البضاعة بسرعة. حركوا. شو الوضع هون؟ ما شفت اي شيء صدقني. اجت الشرطه من شوي وما لقوا اي شيء. منيح. شف لي هالميتورات. أنا رح شوفهم. قديش سرعته هالميتور؟ تعال هون. شو أخذت من هداك أبو المتور؟ صدقني ما أخذ شيء. عتولك. شو هاد؟ عرفت أخي، هي محارم معطرة. ولك جيتي من المدرسة ما أكلتي. رهف ممكن تاكلي مشاني؟ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جدو أنا اشتقت له لبابا كتير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. جدو حاكي بابا وخليه يرجع بقى. وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعالي حبيبتي رهف.
جدو يلا قلي بقى شو بابا ما رح يرجع يعني؟ رهف حبيبتي، الناس أول شي بيولدوا وبيكبروا مثلك يا بنتي، وبعدين هنن بيموتوا وبيروحوا على عالم ثاني وعلى دنيا ثانية غير هاي الدنيا. وأبوكي رحل من هذا العالم على عالم ثاني ما بنعرفه. بس أنا بدي بابا يكون هون. بترجاك لا تبكي حبيبتي، لا تبكي يا عمري. إلا خليه يرجع لهون بسرعة. بعرف إنه ما عاد أحسن شوفه لجدي، أنا كتير رح أشتاق له. الله يرحمه. أنا آسفة حبيبتي، سامحيني. جاني خبر انه في كم سيارة مشكوك فيها فاتت من الحدود. عرفنا البضاعة وعرفنا الشرة. مين هو؟ بالتزار. اذا بدك من وقفه فورا. هلأ ما فيني ساوي اي شيء ممكن يكشف اتفاقي مع بالتزار. اذا بلشوا بالتوزيع رح نعرف، مو هيك؟ الظاهر إدنا اللي كانت تسمع بالحارات انطرشت. تعال هون، يلا احكي شو الأخبار. آغا بلشوا التوزيع بأسلوب جديد. يا ابني أنا أدنية تسمع منيح، بس في ناس ما بتسمع. قوي صوتك كمان لحتى يسمعوا. في عصابة متورات عم بتوزع البضاعة، بس مو مثل يلي قبل. كيف مو مثل يلي قبل؟ هاي البضاعة جاية من عن شخص محترف، والظاهر عم يوزعوا عينات. أكيد أوردوناريوس. وشو عرفك؟ ما في غيره هلأ. إذا كان مثل ما عم بتقول، منكون عرفنا مين كان بالسيارات اللي فاتوا من الحدود. Thank you.
ما بدي اياكي تتأذي بنوب. المفاجآت في قناة حنا بعل ما توفاش، كرهبة جديدة للربح. برافو ليه الكرهبة اللي تربحوها؟ بنطور قد ما تبعت SMS قد ما تربح. شكون باش يربح الكرهبة هذية اللي باش تخرج؟ هذية يد نور الدين الباجي اللي باش تربح الكرهبة. ربحت السيارة! يا مدام فرحانة ولا مكش فرحانة؟ مش فرحانة، مش مصدقة. فرحانة؟ فرحانة يا للمشاركة والفوز ما عليك كان تبعث SMS على الرقم 85-890، اكتب هاش أ وجاوب بصحيح على السؤال. مع قناة حنا بعل انتم ديما رابحين. فهمي بيك، أبوك السيد وهاب من قبل اتفق مع السيد متى واستخدموا الأحزاب، بأي طريقة صاروا يتحركوا جوات الدولة، ونحن لازم ناخد دعم من هاي الأحزاب. شو يا حقي؟ لتكون ما عم تقدر تدبر راسك. ما في شي بهي الدنيا ما بحسن ساوي. من شان هيك من أول اجتماع لألك رجالك تشتتوا. رح يرجعوا يجتمعوا من أول وجديد. بس لنساوي هالشي لازمنا شركاء يكونوا قوى. يا فهمي بيك، إذا بتلاقيها مناسبة بدي يشتغل مع السيد متى. أنت أدرى يا حقي، إذا هالشي رح يخليك أقوى اشتغل، بس قبل كل شي بالأول فريقك لازم يتفق مع بعضه. رح أسس فريقي يقدر يشتغل مع بعضه بأسرع وقت. عن قريب رح تصير تجينا مواد أولية بكميات كبيرة، رح نصنع البضاعة هون ونوزعها. بس نحن في عنا مشكلة صغيرة. شو هي؟ بوسات خطف واحد من أفضل الأشخاص اللي بيصنعوا المخدرات بالعالم وجبنا إياه لهون. ايه منيح، هالخبر حلو كتير. وين المشكلة؟ طلع الرجال تابع للثعلب. مين هالثعلب؟ أخطر واحد بين الروس، والله حاطط ايده بايد الانجليز. سلاح، مخدرات، وامار، الاموال اللي بيكسبها ما فينا نتخيل ابدا قديش حجمها. وغير هيك معروف انه هو بلا رحمه. شو؟ لا تكون خايف منه يا حقي. اسمه بيخوف، مشان هيك لازم ننتبه. اذا الثعلب الروسي اجى لعنا مشان يبازرنا فينا نقعد على البازار، بس إذا كان جاي مشان يحاربنا من حارب. أنا لازم ضل قوي منشان أقدر أحمي ابني، ولضل قوي لازم أبقى موجود بهالدنيا، وأنت مهمتك هلأ أنك تحمي وجودي. بالوقت اللي في حوالينا رجال عم يحاربوا ما عندهم أي شي ليخسروه، ما فينا نحمي وجودنا بدون ما نحارب. يا فهمي بيك، نحن مضطرين نحاربه، وإذا بدك تفوز بهالحرب
فلازم انت اللي تقود هاي الحرب بنفسك. سيدي جبنا الشخص اللي قتل مستر كي. منيح، هاتوه لشوف. فوتوه. موسيقار الشوارع الألباني. طالما رسمت الخطة الكبيرة معناتها أنت عندك خلاف كبير مع مستر كي. أنا جبت كل المعلومات عنك. آدم بوغداني. بس ما فهمت شو هي مشكلتك مع مستر كي. دفعته تمني اللي سواه بكوسوفو. أنا انتقمت، كان لازم يموت. قتلت الشخص الغلط بالمكان الغلط. الشيء اللي سويته ما بيحقق لك انتقامك. هلأ رح أبعتك على المكان الصحيح لتحارب. بعتول عند البريطاني. هلأ هي هي عقوبته؟ اي نعم. ما بدي شوف بدورة الجسس هيك ناس مثل الحشرات. ولهالسبب هاد أنا بعتله لهنيك. مرحبا، حضرتك مراد على مدار؟ اي انا. البقية بحياتك سيد مراد. بالحقيقة المرحوم ابوك كان شخص ما في مثله. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. امين، شكرا لك. بس مين معي؟ انا محامي المرحوم ابوك. المرحوم ابوك حط وصيته عندي وانا مهمتي اني خبرك على وصيته. وصية ابي؟ اي تماما. وقت يكون عندك وقت فاضي ممكن نلتقي مشان نحكي سوا بالموضوع؟ اي اكيد، بأقرب فرصة رح أمر لعندك بنفسي. كتير منيح. مع السلامة. للأسف ودعنا بابا عمر. ما حدا بيعرف إمتى منموت. لهيك أنا بدعي رب العالمين إنه يجعل من نصيبنا هيك موتة. كيفه أخي؟ حاسس وكأنه شمس غابت وما بيعرف إمتى الشمس رح تشرق من جديد. بس هو في لاقي طريقه بالعتمة. يلا خلونا نشتغل ونساعده لنضويله طريقه. عمران عنا مشكلة. الشاب اللي كان عم يراقب صفية خانم بغزة اختفى. طيب كان في شي بتقاريره الأخيرة؟ هو بآخر تقرير خبرنا أنه صفية خانم بالفترة الأخيرة كانت عم تلتقي مع واحد من الأمم المتحدة. ومين هو بقى؟ عم نساوي بحث عنه. سيدي، الفريق يلي بيأسنا قدر يعرف وين عنصر الراي السوداء يلي نجا من موضوع فيروس الإيبولا. أخيراً خبر حلو. سيدي عم يتصلوا من الكاجيتي.
تفضل. نحن قدرنا نلاقي العنوان. منيح. أنا كثير حبيت شوفه، بس تعرف وضعي. لا تشغل بالك، في براس أمون هلأ خطة متعلقة فيك أكتر بكتير من يلي ببالك. فرحتني، بس المعلم الأكبر لسه ما توصل معي لهلأ. عندي فضول أعرف شو بباله. هو كمان عنده فضول تجاهك. أنا التقيت بالمعلم الأكبر. تفضل. أهلين وسهلين جاهد. منيح يلي إجيت. رح أعرفك. ألقيس جاهد. شرفت بمعرفتك. وأنا كمان. أنا كتير سمعت باسمك، بس ولا مرة شفنا حدا ترفع مثلك بهالسرعة هي. هذا بفضل المعلم رونالد. انت ناجح يا جاهد، حتى انت يلي انقذت حياتي. جاهد خبرك، ألقيس رح يشتغل معنا من هلا ورايح. ايده اليمين لآمون. من هلا ورايح رح نصير نشتغل معك بشكل اريح بكتير يا جاهد. ليش؟ لأنه مستر كي توفى. لما فوتنا مستر كي بيناتنا ارتكبنا غلطة، وانت اللي قدرت تلاحظ خيانته إلنا لأول مرة. من هاللحظة هاي كل التقارير تبعك أنا اللي رح دققها بنفسي. نلتقي مرة تانية. هلا قلي ليش تأخرت جاهد؟ أنا ليش تأخرت؟ خسرت واحد من قرايبيني يا سيد رونالد. مين يا جاهد؟ بابا عمر. مين بابا عمر؟ بيكون أبوه لأخي مراد. شو يلي عم تقوله يا جاهد؟ بابا عمر كان مثل الأب لإلنا. جاهد انت لما قررت اني فوت بينات حراس المعبد لانتقم لأخي مراد، كل رفقات يعتبروني خاين وأتيئست. بس الشخص يلي خلاني شوف النور قدامي ويلي قواني هو بابا عمر. أخي مراد وضعه سيء، مشان يشد حيله ويقوى لازم كون أنا معه. بس أنا وأخي مراد عم نضطر نلتقي بالسر مشان ما يكشفني حدا من حراس المعبد، مع أنه أنا بالأساس فتت بيناتكم لأنتقم لأخي مراد. شو يلي عم تقوله يا جاهد؟ صحيح، دائما الحقيقة صعبة. لا يا جاهد. جاهد.